إذن وصلنا الآن إلى أولى المواقع في المختص، وبرفقة مدير عام هيئة المختص عطوفة المهندس رستم مكيجيان. رح يكون مشوارنا برفقتك، وبالبداية أنا حاب أعرف أكثر عن أهمية موقع المختص الدينية والسياحية. أولاً إحنا موجودين بدير بني بالفترة البيزنطية، لكن بقايا فيه بتعود للفترة الرومانية المبكرة، بمعنى آخر فترة سيدنا المسيح يوحنا المعمدان. بالموقع الموجودين فيه حصلت ثلاث أحداث دينية جداً مهمة. أولاً، حسب سفر الملوك الثاني الإصحاح الثاني، نبي الياس عليه السلام إيليا أجا من أريحة، قطع النهر بمعجزة مع تلميذه اليسع، وصعد للسماء بعربة وخيل من نار من هذه التل الوقفين عندها. تلميذه اليسع استلم النبوة في هذه البقعة وكمل باتجاه النهر عائدا إلى أريحة، عمل معجزة هناك كمان. لكن في إنجيل متى، عفوا انجيل لوقا الاصحاح الاول الايه 17 بتاكد انه يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عليه السلام اجى بروح وقوه ايليا النبي وعاش بمغاره بسيطه بعمد المؤمنين. عند ذاك سؤال، انت ايليا، انت المسيح، انت النبي؟ قال انا صوت صارخ في البريه. فاحنا بنفتخر بكل امانه اقول لكم انه حافظنا على البريه يوحنا المعمدان زي ما هو موصوف بالكتاب المقدس. نعم. فمثلا القصب اللي بنشوفه نعرف انه القصب بيطلع محل فيه مية كثير. صح. فالقصب سيدنا المسيح بيسأل عنه. مثال على ذلك هو انجيل متى الاصحاح 11 الايتين 7 و8 اللي سيدنا المسيح بيسأل الناس اللي بيسمعوا له، ماذا انت ذاهب الى البريه تشاهد؟ أقصبة تهجها الرياح ام انسان يرتدي ملابس من حرير؟ بعدين سيدنا المسيح بجاوب سؤاله، بقول اللي بيلبس ملابس من حرير بيعيشوا بالقصور. لكن كمان نعرف انجيل متى الاصحاح الثالث الايه الرابعه انه يوحنا المعمدان كان ياكل عسل البري والجراد. نعم. في نباتات محيطه بالتل اسمها الينبوت، هي مكان معيشه النحل. احنا كهيئه ملكيه برئاسه صاحب السمو الملكي الامير غازي بن محمد كبير مستشارين جلاله سيدنا للشؤون الثقافيه والدينيه، نفتخر نقول حافظنا على الموقع زي ما شافوها الأنبياء والرسل. نعم. إذا وصلنا مع عطوفة المهندس إلى نبع يوحنا اللي رح نعرف قصته من خلالك. لا شك بأنه المناظر جميلة جدا، وفي قصة أيضا جميلة جدا مرتبطة بهالموقع. هذا الموقع موجودين فيه بنشاهد فيه نبع يوحنا المعمدان، وصف من قبل لا يقل عن رحالة عدد اثنين، أولهم اسمه أنتونينوس من مدينة بيتشنسا في إيطاليا، اللي وصف النبعة إنها بلش من جنب مغارة اللي عاش فيها يوحنا المعمدان اللي عمد فيه المؤمنين. لكن في رحالة آخر من روسيا اسمه دانييل اللي وصف نفس النبع كمان. طبعا أهل المنطقة بسموا الموقع كان وادي الخراط، وهذه نسبة إلى صوت المي اللي نسمعها اللي عمد فيها يوحنا المعمدان المؤمنين بانتظار قدوم سيدنا المسيح. فزي ما ذكرت الموقع ببساطته هو ثروتنا، لأنه يعطي اللمسة المطلوبة الروحانية لحجاج لهذا الموقع المبارك المقدس. ومن هون أكيد نمشي على مسار النبع اللي راح يوصلنا على المكان الأهم اللي هو مكان لقاء يوحنا المعمدان مع سيد المسيح، تعميده لسيدنا المسيح
بداية المسيحية في البقعة اللي راح نوصلها بعد دقائق. يعني وصلنا مع عطوفة المهندس لأهم موقع اللي رح نشرح عنه أكثر وعن قصة وقدسية هذا المكان. عطوفتك يعني نتحدث أكثر، القصة الجوهرية تكمن هنا. سيدنا المسيح لما شافوا يوحنا المعمدان قادم من ضفة الغربية بيقطع النهر مع الناس الثانيين، تعرف عليه من خلال الروح القدس وأشر بإصبعه وقال هذا هو حمل الله. نعم. عند وصول سيدنا المسيح إلى يوحنا المعمدان طلب يتعمد منه. يوحنا المعمدان قال أنا بحاجة أن أعتمد منك، أنا ليس أهلاً أن أحل سيور حذائك، لكن لإتمام كل بر وأمام إصرار سيدنا المسيح قام يوحنا المعمدان بتعميد سيدنا المسيح. من اليوم التالي سيدنا المسيح بيجي واخذ الإخوة اثنين أندراوس وسمعان اللي بسميه بطرس، اللي الصخرة المسيحية اللي رح تبنى عليها، ببلش رسالته. لهذا السبب أوائل المسيحيين حبوا يبنوا كنائس لذكرى هذا الحدث المهم والمكان المهم. أول كنيسة بنوها وصفها رحالة اسمه ثيودوسيس من شمال أفريقيا، كانت مرتفعة على أعمدة لحمايتها من فيضانات نهر الأردن، لكن الزلازل كانت سبب في دمار أول كنيسة. هل استسلموا أوائل المسيحيين؟ أبداً، أخذوا حجارة الكنيسة الأولى من دمرة. بحب هون أذكر أحد الرحالة شو قال، كيف بتطابق 100% مع اللي بنشوفه. رحالة اسمه أركولف من فرنسا قال إذا رجل طويل نزل عبر الدرج مياه النهر المباركة تصل إلى صدره بالصيف وتغمر رأسه بالشتاء، ولكن أضاف عند فيضانات النهر الكبيرة تغمر كنيسة الرداء المرتفعة على أربع قواعد. أربع قواعد بنشاهدنا اللي موجودة الآن أمامنا 100%، لكن إيش بميزهم؟ شو شكل المي بين الأربع قواعد؟ هو الصليب. كيف كانت تبنى أحواض التعميد للفترة المسيحية البيزنطية؟ على شكل صليب. لكن هذا الحوض المصلب الوحيد بالعالم اللي استخدم مياه نهر الأردن المباركة لتعميد المؤمنين فيه، وهو الأكبر. يعني تصميم جدودنا له معاني كبيرة بهذا الموقع المميز. الكنيسة الثانية اللي وصفناها دمرت بسبب الزلازل ايضا، فالمهندسين غيروا بتصميمهم، اختاروا بقعه اعلى شويه مرتفعه بنوا فيها بازيليكتين، يعني عباره عن كنائس لها اكثر من رواق، ثلاث اروقه لحمايتها من الزلازل. لكن البازيليكتين بنوها دمروا بسبب الفيضانات. هل استسلموا؟ لا. فالحديث بطول عن هذا الموقع واهميته، لكن بحب اقول اذا ما فعلياً زاروا اللي بيشاهدوا هذا البرنامج هذه المواقع حسوا بالروحانية الموجودة فيها، مش رح نقدر أعتقد نوصل الصورة كاملة. فمن خلالكم بعتقد ندعو جميع المشاهدين لزيارة هاي الأماكن المقدسة المباركة. أكيد، يعني من خلال كلامك هناك رسالة إنسانية تدل على الوئام، على العيش المشترك اللي بيجمع دائما الأردنيين، ولا شك بأنه هذا الموقع وروحانيته وجماله بيعكس فعليا صورة جميلة جدا عن الأردن، ونقطة مهمة تدل على أن الأردن دائما له تاريخ، له إرث يجب الحفاظ عليه من خلال أكيد جهودكم. بدي أشكرك عطوفتك على وجودك معنا لليوم، ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله دائما أن يكون هذا المكان جامع لكل المؤمنين. شكرا جزيلا. شكرا.
إذن من هنا من شرقي نهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح انتهت جولتنا لليوم. شكرا لكم على المتابعة.